الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد فالسلام عليكم احبه الحبيب صلى الله عليه وسلم مع بلاغه حديث من احاديث سيدنا رسول الله وحديثنا هذه الليله رواه الامام مسلم في صحيحه بسنده عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم حفاه عراه متقلد السيوف مجتاب العباء او النمار عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى بهم من الفاقه فخرج ثم دخل فخرج فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى ثم خطب في الناس وقرأ قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إلى قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قرأ الآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال: تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره فجاء رجل من الانصار بصرة كادت يده تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى حتى صار الطعام كومين فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبه ثم قال: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها وأجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الطويل الذي يذكر فيه الراوي واقعة الحال وأثرها على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبين فيها الراوي تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث من أن جاء الناس بالطعام تتابعا من بعد ما أتى أنصاري بصرة فيها طعام كادت يده تعجز عنها بل قد عجزت. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا فضل البدء بعمل الحسنات وشر الوزر في البدء بالسيئات، فإن من سن في الإسلام سنة حسنة الذي بدأ بذلك يظل كل من عمل حسنه مثلها يجري اجرها للذي بدا بها مهما كثر العاملون وبهذا يفتح الاسلام بابا عظيما لهذه الحسنات وكيف تجني الحسنات باقل الافعال بشرط ان تكون انت البادئ وبشرط ان يتبعك الناس في ذلك بعد ذلك نعود الى صدر الحديث يروي سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه وله من الفضل ما له يقول كنا كنا عند رسول الله في صدر النهار اي في وسط النهار فجاء قوم حفاة عراة متقلد السيوف مجتاب العباء او النمار هذا الوصف الذي وصف به الراوي حال الداخلين نسمع تفصيله بعد الفاصل ان شاء الله تعالى اهلا بكم احبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الاوصاف التي ذكرها الراوي لسبب ورود الحديث تتجلى في الاتي تتجلى في وصف هؤلاء بانهم في حال فقر شديد فهم قوم حفاة عراة وقوله مجتاب العباء او النمار اي ثيابهم عبارة عن قطع قماش مما تصنع منه الخيام ومقورة من وسطها دون أن يكون لها أكمام أو تحتها أي شيء بحيث يلبسون هذه القطعة من هذا التقوير فتستر جسدهم دون أن يكون تحت هذه القطعة من القماش شيء وهذا معنى قوله مجتاب العباء او النمار اي الثوب الذي فيه تنمير وهم مع ذلك متقلدي السيوف لماذا لان هذا كان من طبيعه العرب انهم لا يستغنون عن السلاح لانهم يعيشون في الباديه وسط الوحوش ووسط الهامات حينما راهم النبي صلى الله عليه وسلم الراوي يصف لنا اثر رؤيه فقراء من أشد الناس فقرا في الأمة وكيف انفعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تأثر من أجلهم لدرجة أن وجهه تمعر أي تغير وظهر الغضب والحزن عليه فدخل ثم خرج ثم دخل ثم خرج كل ذلك يدخل إلى بيوته صلى الله عليه وسلم ليرى أي شيء يساعد به هؤلاء الناس والحديث بروايه الراوي يكشف لنا شده حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على الامه وعلى فقراء الامه وهو توجيه لكل مسؤول ولكل غني في هذه الامه ان يتاثر برؤيه حال الفقراء كما تاثر النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن من الاغنياء فعليه ان يدعو الاغنياء لذلك لأن هذه الأمة أغنياؤها مسؤولون عن فقرائها لأنها أمة الرحمة وأمة متراحمة ولذلك حدث التأثير في وجه نبينا صلى الله عليه وسلم ظهر وبدا تمعر وجهه فدخل ثم خرج ثم دخل ثم خرج ثم أمر بلالا فأذن لأن رواية تقول في صدر النهار فأذن ثم قام فصلى ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأورد آيتين في خطبته الآية الأولى هي الآية الأولى من سورة النساء التي تذكرنا بأننا جميعا نرجع إلى أصل واحد هو أبونا آدم عليه السلام من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها ثم الآية الثانية آية تحذير ووعظ: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من جلائل الاعمال ومن خيرها ومن افضلها ان تعمل ليوم الحساب وان تدخر ليوم اللقاء عند رب العالمين. وان خير الاعمال هو ان تتصدق على الفقراء وان تسد حاجتهم وفاقتهم ولذلك فان الراوي بين لنا لماذا تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا في قوله لما راى بهم من الفاقه اي الذي جعله يظهر عليه العبوس ويظهر عليه الحزن والغضب ما راه من شده الفاقه التي نزلت بهؤلاء القوم الذين لا يجدون حتى ما يستر اجسادهم فيقتطعون قطعا من الخيمه يقورونها من الوسط ويرتدونها حتى تستر اجسادهم هذا لانهم على سفر الى المدينه المنوره فكيف بحالهم في اوطانهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اورد هاتين الايتين وهو من براعه الاستهلال تشجيعا للصحابه على الصدقه ونسمع البقيه بعد الفاصل ان شاء الله تعالى اهلا بكم احبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم اخذ نبينا صلى الله عليه وسلم يشجع الصحابة على الصدقة فاطال الحديث في ذلك وذكر انواع الصدقة او ذكر انواعا منها وهذه الانواع تختلف من زمن الى زمن ومن حاجة فقير إلى حاجة فقير آخر، فالتنويع ها هنا مقصود، فلذلك قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، والدينار عملة ذهبية، والدرهم عملة فضية، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، هذه التفاصيل كلها تبين الانواع التي تسد حاجة هؤلاء فما داموا في هذا الحال من شدة الحاجة في الكساء فحاجتهم اشد الى الطعام لان الكساء امر ظاهر والكل حريص على ان يستر نفسه امام الناس ثم ماذا حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم ومن البلاغة النبوية العالية أن تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى من حال الفقراء كان تأثرا ظاهرا أمام الصحابة فلذلك جاء الكلام بالفاء فجاء رجل من الأنصار أي عقب الحديث قبل أن يتم سيدنا رسول الله كلامه وهذا يدل على سرعة مبادرة الصحابة الى امر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الرجل الانصاري بصره من الطعام كادت يده تعجز عنها بل قد عجزت ثم وضعها امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمجرد ان فعل ذلك الانصاري هذا الفعل تتابع الناس وكلمه تتابعها هنا يريك مبادره الصحابه إلى تنفيذ قول النبي صلى الله عليه وسلم على وجه السرعة وهذا لأنهم رأوا تأثره صلى الله عليه وسلم بما رأى من حال هؤلاء القوم الذين هم من مضر ثم ماذا بعدها تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل فتهلل وجه رسول الله كأنه مذهبه والمُذهبة نوع من الثياب الملونة التي لها بريق دلالة على بشره صلى الله عليه وسلم واستحسانه لما حدث وإظهار السرور على الوجه يدل على عموم السرور في القلب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة قرر سنة عامة من سن في الإسلام سنة حسنة وهذا الحديث يقيد الحديث الذي فيه كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فليست كل محدثة بدعة ولكن المحدثة التي هي من الخرافات والاباطيل ولا اصل لها في الشرع هي مذمومة اما كل استحداث لامر حسن في الاسلام وله اصل في الاسلام فان اول من يصنع ذلك فانه يجري له ثواب كل من عمل مثل عمله الذي عمله في اول الامر ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك باسلوب الشرط من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها هذا جواب الشرط وصياغه العباره باسلوب الشرط ها هنا كان بين من يصنع الحسنات ويبدا بها عقدا بينه وبين الله تبارك وتعالى انه اذا عمل ذلك فان اجر الحسنات التي تحدث على مثل ما عمل فان اجرها يجري له من غير ان ينقص من اجر من عمل شيئا وذلك حتى يفرق الاسلام بين فضل من بدا بعمل الخير وفضل من تابع في عمل الخير فإن الأول يكون السابق وإن الثاني يكون اللاحق وليس اللاحق كالسابق والأمر كذلك في الأوزار أيضا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته